حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم ونبدأها بالعناوين. بيدرسون استبعد إجراء انتخابات سورية نزيهة بالمستقبل القريب، وهادي البحر يصف انتخابات نظام الأسد بغير الشرعية. الجيش الإسرائيلي يستعد لإجراء مناورات ضخمة خلال الصيف تحاكي حربا على عدة جبهات من بينها سوريا. وهيومان رايتس ووتش تدعو لمساعدة السوريين في إرسال، وانقسام في لبنان حيال حصول اللاجئين على لقاح كورونا. مرحبا بكم. اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا أمر بعيد في المستقبل، فيما وصف هذه البحرة الانتخابات التي يعتزم نظام الأسد إجراءها بغير الشرعية. بينما يستعد نظام الأسد لإجراء انتخابات في سوريا صيف العام الجاري متجاهلا القرارات الأممية والعملية السياسية كلها، يأتي الرد عليه من المبعوث الأممي إلى سوريا مدعوما بجملة مواقف وآراء تقول للنظام أن لا شرعية لديك للقيام بذلك. المبعوث الأممي جير بيدرسون نسف الانتخابات التي يعتزم النظام إجراءها في الأشهر القليلة القادمة، قائلا إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا بعيدة في المستقبل. وأشار بيدرسون إلى أنه لا توجد أي محادثات سياسية بين النظام والمعارضة إلا في المسار الدستوري فقط، كاشفا عن ما وصفه بهشاشة الوضع في سوريا، حيث التصعيد في عين عيسى والضربات الجوية الإسرائيلية وهجمات تنظيم الدولة شرق ووسط البلاد والقصف المتبادل في الشمال السوري وفق بيدرسون. بدوره علق الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة على الانتخابات في تصريح لوكالة الأناضول بالقول إنها ليست شرعية إلا في إطار قرار مجلس الأمن 2254، معتبرا أنها ستعقد الوضع في سوريا وترسخ المأساة الإنسانية. وأوضح البحر أن خطوات الانتخابات تكمن في إجراءات بناء الثقة، منها وقف إطلاق نار شامل وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين. صحيفة عكاظ السعودية اعتبرت أن انتخابات الرئاسة في سوريا تنسف الحل السياسي في سوريا وتتجاهل اللجنة الدستورية. وتأتي هذه الآراء منسجمة مع تحذير المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جويل رايبورن لنظام الأسد بأن الحل الوحيد أمامه هو الخضوع للقرار 2254 والقبول بالحل السياسي. أما وكالة نوفوستي الروسية التي سبق أن نقلت عن بشار الأسد قوله إنه سيتخذ قرارا بالترشح مطلع العام الجاري، قللت من أهمية هذه الانتخابات ووصفتها بذات الآفاق غير الواضحة. لكن الموقف الروسي الرسمي انفرد بالدفاع عن نظام الأسد معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2254 واللجنة الدستورية التي وافقت عليها روسيا يقوضان العملية السياسية، حسب ما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشنين مطلع العام الجاري. فإلى أين يسير نظام الأسد بتلك الانتخابات متجاهلا كل العالم؟ وكيف يستبشر موالوه فيها إذا كان ضامنهم الروسي نفسه قلق ومعترض حيال المواقف الدولية من انتخابات الأسد؟ وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الدكتور يحيى العريضي عضو هيئة التفاوض السورية مباشرة من باريس. مرحبا بك دكتور يحيى على شاشة حلب اليوم. يعني ماذا يقصد بيدرسون من تصريحاته التي قال فيها إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا هو أمر بعيد في المستقبل؟ مساء الخير لكم ولمتابعيكم. حقيقة هذه هي المرة التي يقدم فيها الأسطورة أعطى فيها كثير من النقاط الحساسة، تحدث عن المعتقلين بشكل معمق، والنقطة الملفتة والتي تطرق إليها سابقا عمليا مسألة انتخابات، وخاصة في ضوء أن النظام يجهز لانتخاباته
عندما قال مسألة صعبة جدا في المستقبل، أعتقد أن هذه إشارة، وهو يرفع كما يقال يرفع منسوب الحدية في تصريحاته، وأعتقد أن ذلك استهلالا للجولة التي استعقد في 25 من هذا الشهر، بحيث قيل عن هذه اللجنة بأنها ستكون لوضع النقاط على الحروف وامتحان جدية النظام في الدخول في العملية السياسية حقيقة أم الاستمرار بالتهرب والتملص ووضع الأمور بنصابها ولكن على المحك. نعم أعتذر، ولكن يعني هنالك من يقول أن النظام في هذه النقطة تحديدا أنت أشرت إليها وهي هامة جدا، أن النظام يعني ماض في الانتخابات التقليدية التي يقوم بها ونتائجها معروفة، فكيف إذن لهذا النظام أن يكون جدي في الجولة المقبلة التي تتحدث عنها حضرتك؟ هو منذ البداية، وهذا منهج بالنسبة له، يقول للعالم بأنه مهتم بالعملية السياسية ومنخرط بالعملية السياسية، أيوة. لكن فعليا كل ذلك عار عن الصحة، هو يمثل ذلك الدور وبدفع من روسيا. نعم، إذا ما الفائدة من الاجتماعات والمفاوضات؟ عفوا ما سمعت. ما الفائدة إذن من الاجتماعات والمفاوضات ما دام النظام معلوم يعني دينه وديدنه إن صح التعبير؟ نستطيع أن نقاتل جميعاً، لا فائدة من ذلك، لكن هو المؤثر من القرارات الدولية، هناك قرار دولي، مساعي دولية لأجل تطبيق هذا القرار. الإحاطة التي قدمها ديمستورا يقول للعالم، هؤلاء الذين صنعوا هذا القرار، بأن هذا الأمر لا يكفي ولن يكون هناك حل في سوريا مع استمرار هذا الوضع على ما هو عليه. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الانتخابات التي يعد لها النظام يبشر ديمستورا بأنها غير شرعية، ومن هنا لابد من وجود جسد سياسي انتقالي وتهيئة البيئة المحايدة الموضوعية الآمنة من أجل أن تعاد سوريا بشكل حقيقي دون منظومة الاحتلال. نعم، نشكرك جزيل الشكر لقبولك الدعوة ولكل هذه التوضيحات الدكتور يحيى العريضي عضو هيئة التفاوض السورية، كنت معنا من باريس، شكرا لك. نعم. قال الجنرال محمود جهار باغي الإيراني إن الحرس الثوري بدأ تدخله في سوريا قبل ظهور تنظيم الدولة، وإنه رأى قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في سوريا في تشرين الثاني عام 2012. هذا وأوضح قائد المدفعية في قوات الحرس الثوري في سوريا جهار باغي أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي هو من أمر سليماني بالذهاب إلى سوريا من أجل حماية بشار الأسد من السقوط، مؤكدا أن سليماني كان يقود العمليات العسكرية ضد معارضي الأسد وليس ضد تنظيم الدولة الذي لم يكن قد ظهر بعد. كشفت صحيفة معاريف عن استعدادات يجريها الجيش الإسرائيلي لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في فصل الصيف القادم. نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أنه من المتوقع أن تستمر المناورات لمدة شهر وتحاكي حربا شاملة من قطاع غزة وحتى الساحة الشمالية. وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن الهدف الأساسي من المناورات هو تدريب القوات العسكرية وتمرير رسالة هامة إلى حزب الله وسوريا إضافة لإيران. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري والاستراتيجي مباشرة من إسطنبول. مرحبا بك على شاشة حلب اليوم سيادة العقيد، يعني ما هي الرسالة أو الرسائل التي تريد إسرائيل إيصالها من هذه المناورات للأطراف التي أشارت إليها في الخبر؟ سلامي لك أستاذي الكريم والسادة المشاهدين والضيوف، حياكم الله. حقيقة أنا لا أرى فيها رسالة، هذه ليست رسالة، هذا تكتيك عسكري واستراتيجية عسكرية
يعني إسرائيل الآن هي في وضع قد يعني تتخذ قرارها في أي لحظة في شن هجوم على إيران، أو على الأقل لضرب أهداف في إيران موجعة، وبالتالي هي تتحسب تماما لأي رد. لذلك تأخذ مثل هذه الاحتياطات وتقوم بتدريب عناصرها بمناورات ومشاريع تدريبية خلال هذه الفترة لتكون جاهزة، حتى أحيانا يطلب منها عمل يعني تطلب القيادة العسكرية عمل من المقاتلين تكون الطائرة جاهزة وهي في الجو. ولكن يعني هذه المرة أليست مختلفة سيادة العقيد؟ يعني هذه المرة لا نتحدث نحن عن مناورات فقط على الحدود الشمالية، نتحدث عن مناورات من غزة في أقصى الجنوب الغربي باتجاه أقصى الشمال والحدود مع حزب الله اللبناني وسوريا. تماما أخي الكريم، بالنسبة لي يعني اتخاذ قرار بشن حرب على إيران، هذا فيما إذا حصل ذلك، هذا لا يكفيه مناورة في على الحدود السورية أو في منطقة معينة من إسرائيل. هذا يعني لابد من تحضير كامل لجيش بأكمله يشارك مثل هذه العملية، بالإضافة إلى أخذ احتياطاته. يعني إسرائيل ضربها الشهيد صدام حسين رحمه الله ب39 صاروخ في العمق، لذلك هي يجب أن تكون مستعدة لمثل هذه الاحتياطات في هذه الحالة. هذه ليست رسالة، هذا عمل عسكري بحت، ولا بد لأي دولة تتقدم. طيب يعني إذا السؤال هنا، هل إسرائيل بالفعل هي تضع هذه المرة أكثر من أمر مضى نصب عينيها أنها قد تحتاج أو تضطر لعملية عسكرية واسعة في المنطقة ضد الوجود الإيراني، خصوصا وأن يعني العمليات على ما يبدو الجوية لا تبدو كافية، أليس كذلك سيادة العقيد؟ يعني أقول لك على شيء أستاذي الكريم، تفضل. هناك قيادة سياسية، القيادة السياسية تتخذ قرارها، تعطي هذا القرار إلى القيادة العسكرية، القيادة العسكرية يجب أن تكون جاهزة لجميع الاحتمالات، وبناء عليه فالقيادة العسكرية يعني لا تربط نفسها بالتصريحات وقد يحصل هدوء باجتماع معين وتوتر باجتماع آخر أو عبر وسطة أو إلى آخره. القيادة العسكرية عليها أن تكون جاهزة في أي لحظة لتلقي أمر من القيادة السياسية، وبالتالي تدخل المعركة كاملة بكامل قوامها. لذلك أنا أرى وخاصة يعني تحديد شهر يعني ليس أمر قليل أنك أنت يعني تبدأ مشروع قتالي أو تدريبات متواصلة ليلا نهارا على مدى شهر، يعني هذا عمل مرهق لأي جيش. ومع ذلك يعني أنا أراه تكتيكا عسكريا وليس رسالة، احتياط بأي حدث يحصل. أشكرك جزيل الشكر لتلبيتك الدعوة العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفنا من إسطنبول، شكرا لك. شكرا لك. بسبب الفقر والبطالة يعتمد الأهالي في قرية الزعينية بريف إدلب الغربي على الحطب لتأمين قوت يومهم. التفاصيل في هذا التقرير. بكد وجهد ساعديه يعمل أبو خالد بهذا المكان الوعر من الجبل. هو من سكان قرية الزعينية بريف جسر الشغور الغربي. أرغمته صعوبة الحياة من اقتلاع جذور لربما تعطيه رشفة من الأمل، محاولا جمع بعض الحطب لتأمين قوت أطفاله السبعة واستخدامه للتدفئة. حاله كحال الكثير من الأهالي في المنطقة. وبالنسبة لي كوضع علي مثلا 9 أشخاص مثلا 10 أنفسهم ما لي مدخول، يعني ما في باب معيشي تاني غير الحطب. واليوم يعني كمان حتى الحطب ما عم بينباع، يعني اللي بيشتغل بالنهار يطلع له 20 ليرة تركي أو 15 ليرة وبعدين ما عم بينباع كمان. هذا باب رزق الوحيد، يعني ما في أي عمل، ما في فرص عمل، ما في أي شيء
حاليا يعني بهالوقت هذا ما في شيء. أكثر من 300 عائلة ما بين نازح ومقيم يعيشون في قرية زعينية، رغم أنها تفتقر لأدنى الخدمات الضرورية. وبحسب إحصائية محلية فإن المنطقة تشهد ازديادا في البطالة ونقصا كبيرا لفرص العمل، لذا فإن نسبة 70% من الأهالي يعتمدون على بيع الحطب كمصدر دخل رئيسي لهم. نتمنى يكون هناك دعم لصالح الخبز، لصالح المي، لصالح الوقود، تدفئة. فنتمنى المنظمات يعني تتحرك بالاتجاه هذا. يعني اليوم الناس فعلا تعبانة، يعني اليوم الناس فعلا حالة المادية رديئة جدا. وثقت فرق منسقو الاستجابة تلبية احتياجات السكان بريف إدلب الغربي بنسبة 15% فقط من المساعدات الإنسانية، وذلك لأن منظمات المجتمع المدني تعتبر المنطقة خطرة لقربها من المحاور العسكرية بريف اللاذقية وطريق الإنفور الدولي، إلا أن الأهالي لا يوالون بتوجيه مناشدات لتحسين ظروفهم المعيشية. في ظل ازدياد نسبة الفقر والبطالة تستمر الحياة رغم صعوبتها في مناطق لا تزال آثار الحرب واضحة عليها، وبأوضاع معيشية صعبة أرقت الأهالي الذين أصروا البقاء في بيوتهم المتصدعة طيلة أعوام الثورة. جمعة الأحمد حلب، اليوم ريف إدلب الغربي. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. السلطات التركية تضبط نسخة من الإنجيل مهربة من سوريا يقدر عمرها ب650 عاما. تضحيات كثيرة قدمتها نساء خلد التاريخ أسماءهن، كلنا نمتلك قصة تستحق التوثيق. نتطلع اليوم نحن النساء إلى بناء المجتمع. نحن ببرنامج صوتك بغير، ومن خلال قصصكن سنلقي الضوء على تجاربكن وسنعمل على حلها لننسج دربا نبني خلاله مجتمعا قويا متينا متماسكا، لأن الطريق أقصر عندما نسيره معا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم. قالت منظمة Human Rights Watch الحقوقية إن اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية ليست لديهم بنى ملائمة تؤويهم خلال أشهر الشتاء القاسية. أشارت المنسقة الأولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ميشيل راندهاوا إلى أن ظروف اللاجئين السوريين في عرسال ما تزال قاسية مع وجود قيود للحركة للحد من تفشي فيروس كورونا، في حين لفتت صحيفة الشرق الأوسط في مقال لها عن الانقسام اللبناني حيال حصول اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان على لقاح فيروس كورونا بين مؤيد ومعارض. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ مصطفى أبو حسن الصحفي مباشرة من بيروت. مرحبا بك أستاذ. يعني بداية، ما أوضاع النازحين بشكل عام في عرسال، وما هي أبرز مشاكلهم في فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة هناك؟ سوري، لا اتصال عادي. هل سمعتني أستاذ؟ سيد الكريم، أنا ماني عم أسمع. طيب الآن تسمعني؟ أعيد السؤال عليك. يبدو أن هناك مشكلة بالصوت، أنا لا أسمع. طيب على كل الأحوال سوف نحاول معاودة الاتصال بضيفنا مجددا من بيروت الأستاذ مصطفى أبو حسن الصحفي، ونعتذر مشاهدينا الكرام عن هذا الخلل ونعود للنشرة. ضربت عاصفة ثلجية ومطرية أمس الأربعاء المخيمات العشوائية المنتشرة على أطراف مدينة عزاز بريف حلب الشمالية،
حيث يعيش سكان الخيام أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص مواد تدفئة واهتراء الخيام التي بحاجة عاجلة إلى الاستبدال. نحن نزحنا من ريف حمص وحماة الشرقي على إذلب، وبعد إذلب صار هني نزحنا لهون، وصار إن هنا فترة يعني بإعزاز بالمخيم هذا الدوار القلعة القطاع الخامس يقولوا له، صار لنا 5-6 أيام الدنيا مطر يا أستاذ، والله يدحشوا الحالة الدنيا لا طلعة ولا فوت، واليوم ثلج يعني لا تدفئة عندنا، ما مقدمتنا لا منظمة لا تدفئة، لا خبز، لا معونة غذائية، لا شيء، والله حالة مأساوية، والله العظيم شوفوا بعينك الله يساعد، ولا خالص يعني وزعت قسم من المنظمات في هالقرى هي ما صار عندنا شيء خالص. نطلب المناشدة من الأخوة اللي يستجيبون ويانا، بدنا تدفئة، بدنا خبز، بدنا غذائية. الخيام اكثرها بكشمت، تكشمت صار 6-3 ورا تكشمت، وما حد محترف عين خالص، يطول عمرك انك توصلنا صوتنا للجهات اللي تدعمنا، المنظمات الخاصه اللي تدعمنا. دعش على الحاله شلون، والله صار 5-6 أيام انه مطر واليوم ثلج ودح، يعني بحاله مأساويه. تفوت على الخيام جوا الولاد مكموين كلهم فوق بعضهم، مغطيتهم 5-6 حرمات فزتهم، ما ابو نار نعجلهم. ما في حطب، كانوا خشب يطلبون علينا 370 ليرة البارحة، رحنا ما عندنا قدرة. ضربت عاصفة مطرية وهوائية مناطق الشمال السوري وأدت لاقتلاع عشرات الخيام المنتشرة على أطراف مدينة البابري في حلب الشرقية. ليس بين يدي يحيى سوى هذه الحصى يكومها على أطراف خيمته علها تقيه من عاصفة مرتقبة بعد توقف المطر الذي أعطاه الفرصة ليصلح ما لحق بخيمته من ضرر في الليلة السابقة، ويستعد لمواجهة العواصف المحتملة في الأيام القادمة. يعني إذا كان يعني مثل الماضي ما بنعرف، الله أعلم، وإنما موجي ما شفناه المرة الماضية يعني عاصفة كانت قوية، وموجي ما عم تحكي من الأرصاد وكذا أنه ممكن يصير عاصفة أقوى من هيك، إيه ومننا نأخذ احتياطاتنا قدر ما نستطيع. مخيم الأزرق أحد المخيمات في مدينة الباب التي تضررت جزئيا جراء العاصفة المطرية التي ضربت المنطقة. موقع المخيم المرتفع وفرش الطرق ببقايا الحجارة وتغطية الخيام بعوازل قللت من أضرار العاصفة. لم تنتهي عواصف الشتاء حتى يرقد سكان المخيمات دون خشية أن تقتلع خيامهم أو يجتاحها المطر، ولم يصلوا إلى الحلول التي تختم قصة معاناتهم مع العواصف والأمطار. لا تتشابه جميع المخيمات في ريف حلب الشرقي، نحو 15 مخيما يتبعون لمدينة قباسين لم تتوفر فيها الإمكانيات اللازمة لاتقاء العاصفة، وسرى فيها المطر والرياح إغراقا وتمزيقا دون استجابة فعالة لمنظمات المجتمع المدني لإزاحة العناء عن سكان هذه المخيمات. والله الأمطار أما تنزل علينا يعني وأما نطوف من أرضيتنا، ومي حتى هون المخيم كله يعني أرضه وحل، يعني مي ما نقدر نوصل لخيمتنا، أما ننقل بالبيدونة مسافة 5 يعني كيلومتر هاخيو لحتى نقدر نوصل المي للبيت، يعني طرقات ما في طرقات مخدمة نهائيا. لن تكفي السنوات الطويلة التي مرت على المهجرين في الشمال السوري لإيجاد حلول تكفيهم مرارة الشتاء كل عام، بالرغم من الجهود التي تقوم بها المنظمات والمجالس المحلية في محاولة رفع العناء عنهم، إلا أن الحاجة تبدو أكبر من المقدرة. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. قالت وكالة الأناضول التركية إن قوات الدرك ضبطت نسخة أثرية من الإنجيل يقدر عمرها ب 650 عاما في ولاية تكرداغ أثناء محاولة بيعها. وأشارت الوكالة إلى أن فرق الدرك تلقت معلومات تفيد بمحاولة شخصين بيع النسخة مقابل 3 ملايين ليرة تركية، وأطلقت فرق الدرك عملية لإلقاء القبض عليهما. وتواصل أفراد من الدرك وفق الوكالة أو تواصل أفراد من الدرك وفق الوكالة مع الشخصين، وتظاهر
بأنهم زبائن يرغبون بشراء هذه النسخة الأثرية المخطوطة على جلد غزال، وجرى توقيفهما. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. بأمان الله.